خلينا في هذا السياق برضو ومرتبط بالخبر التالي، انه توجيهات رئاسيه بتطبيق حزمه الحمايه الاجتماعيه للمواطنين في سبتمبر المقبل. وزير التموين اعلن انه هيكون في دعم اضافي للاسر الاكثر احتياجا بدايه من اول سبتمبر، في 7 مليون اسره هتستفيد من الزياده، وده بيتم طبعا وفقا لمعايير تحديد الاكثر احتياجا والاولى بالرعايه، هم الارامل والمطلقات وكبار السن ومستفيدي معاش تكافل وكرامه او معاش الضمان الاجتماعي، وده طبعا ومن تقل دخولهم عن الحد الادنى للاجور، وده طبعا بيتم في ظل زياده كمان او تحرك في الاسعار بسبب الازمه العالميه. هو يعني في دلاله للموضوع، لانه لما شوف حصلت كورونا شفنا موضوع ال 100 مليار اللي اترصدوا فورا، شفنا ال 3 مليار اللي راحوا لقطاع السياحه، الدوله كانت ملتزمه وحددت، ما قالتش خدوا يا ملاك الفلوس اعملوا بيها اللي انتوا عايزينه، لا قالت للمرتبات ولصيانه البنيه الاساسيه ومنحه العماله غير المنتظمه كمان، وبعد كده منحه العماله غير المنتظمه تعدت 6 مليار جنيه مصري، وبالتالي انت عندك اقتصاد قادر انه يتعامل ويستجيب للازمات الطارئه. ادي يعني تكافل الكهرباء كان 3.7 من 10 مليون اسره في ابريل اللي فات على افطار الاسره المصريه، سياده الرئيس قرر اضافه 450 الف اسره على مرحلتين، ادي مليون مواطن فجاه في القرارات الاخيره. عندنا 361 الف معاش ضمان اجتماعي، ادي عندنا اللي هم زي ما حضرتك كده قلتي بالاضافه اللي حضرتك قلتيه، اللي معاشهم اقل من 2500 واللي دخلهم اقل من 2700 جنيه، عندنا 2 مليون كرتونه للامن الغذائي لاكثر من 2 مليون اسره شهريه لمده 6 شهور الجايين، فضلا عن الزياده في يعني منظومه التموين للاسر اللي هتستفيد من المبادره، واجمالي 11 مليار جنيه. فالخلاصه ان عندك اقتصاد قادر ودوله قادره تتعامل مع الازمات وقادره تشترك مع اي ازمه طارئه وتستجيب لمطالب شعبها. طبعا ادي تكافل الكرامه لما يزيد مليون اسره المره دي دخلنا في 20 مليون مواطن مستفيدين. ابتدينا شوفي كان المبلغ 20 مليون مواطن زياده عن اللي كان موجود. 20 مليون مواطن لما تضربي 10 الاسر كلها يعني تجاوزتي ال 4.5 مليون اسره هتوصلي ل 20 مليون بمتوسط 4-5 افراد للاسره يعني. لكن المبلغ المخصص ابتدينا بمبلغ هزيل جدا كان يكافئ الاسر وقتها، النهارده تعدينا ل 22 مليار جنيه تكافل وكرامه. فحزمة إجراءات جاية في وقتها كانت تقرر أنها تبقى آخر يعني أغسطس التزاماً أنه الأمور تمشي منضبطة وبتواريخ محددة بأول سبتمبر إن شاء الله.